هل في حاجة اسمها فرصة تانية؟ وإمتى الشريك يستحق فرصة تانية؟ وهل فعلا مرتبط الحب مرتبط بالتسامح حتى لو كان على حساب كرامتنا؟ خلونا نعرف الإجابة من ضيوفنا اللي منورينا في استوديو انتي في صالون ستات. انتي الدكتورة فيرجينيا يوسف، طبيب صحة نفسية، وثالي حلمي صناعة المحتوى، وكمان نجلاء باهر فاشن ستايلست. أهلا وسهلا بيكم، انتم منوريني جدا النهاردة. أهلا بيكم. في البداية كده عايزة نتكلم في الموضوع بتاع النهاردة، وماذا لو عاد معتذرا، وهل لو اعتذر في شروط للموضوع؟ لأن الموضوع كبير جدا، ومين اللي ياخد أصلا فرصة تانية؟ فالموضوع كبير قوي. نجلاء، امتى ندي الشريك فرصه تانية؟ بصي، هو الفرصه التانية دايما بتكون مرتبطه بال، سواء بقى خطيب او زوج، يعني ايا كان. بتكون مرتبطه دايما بالكريدت، الكريدت بتاعه عندك، مواقفه اللي فاتت كلها طول السنين او طول حسب بقى مده العشره يعني. فهي غالبا بتبقى مرتبطه بافعال قبل كده، فاللي هو لو كان حد يستحق فرصه ثانيه والكريدت بتاعه ورصيده حلو، بيسحب بقى في الفرصه الثانيه دي جزء كبير من رصيده، وبيحتاج بعد الفرصه الثانيه ان هو يعيد شحن الرصيد ثاني. عشان يعني هي تعتبر الفرصه الثانيه، انا في نظري هي الفرصه الاخيره. يعني الواحد بيجرب مره، شايفه ان هو من الغباء ان الواحد ممكن يجرب مره واثنين وثلاثه. فهي الفرصه الثانيه هي الفرصه الاخيره. فلازم الاول يبقى له كريدت. فرصه اولى كده، لانه ادم يعني تقصدي ان من بعد الغلطه الاولى كده، يعني لو سمحت مره مش هتسامحي. لا، ما انت هتسامحي مره، لو اتكررت ثاني هتبقي بقى يعني من الغباء انك انت تدي فرصه ثانيه. بالظبط كده. مره واحده بس حسب الكريدت. ما هو ممكن يبقى عنده رصيد كبير قوي، بيسحب فرصه ثانيه اولى وثانيه وثالثه ورابعه لو هو رصيده كبير. لكن لو هو رصيده ضعيف، مع يمكن مع اول فرصه ممكن ما يكملش كمان. طيب هرجع لك ثاني يا نوبه، بس سالي انت رايك ايه يا سالي؟ فرصه واحده بس كفايه؟ يعني فرصه وياخدها ولا ما ياخدهاش اصلا؟ لا بصي، كل انسان بيحتاج فرصه ثانيه، اي بني ادم في الدنيا بيحتاج فرصه ثانيه. يعني من حق كل بني ادم فرصه. بس المهم انه الفرصه الثانيه دي انا بديها امتى؟ انا يعني لو الحاجه اللي اتعملت دي ممكن اسامح عليها، بس في حاجات ما بينفعش تسامحي عليها ولا بينفع تدي فيها فرصه ثانيه. هعرفها منك يا سالي، بس اسال دكتور فيرجينيا عن رايها برضو. مع الفرصه الثانيه ولا لا؟ اكيد كل بني ادم يستاهل فرصه ثانيه، بس فرصه ثانيه في ايه؟ ايه الموضوع اللي يستحق عليه الفرصه الثانيه؟ وايه الكريدت اللي ليه زي ما هي قالت برضو في الفرصه الثانيه؟ وايه التاريخ اللي بيننا وبين بعض قبل كده، وشخصيه البني ادم ده، وامانته في طلبه للفرصه الثانيه دي مهمه جدا. هل هو امين في الطلب ده وفعلا واخده بموقف جدي، ولا هو طول الوقت بيطلب فرص ثانيه؟ طب ما هي نجلاء في ناس، وطبعا يا كل الستات، يا سالي واقول فيرجينيا وفيرجينيا، في رجاله ما شاء الله عليهم عندهم القدره على انه يعني يأثر على الست جدا ويخدعها، اللي هو ممكن في ناس بتبكي تقول انا اسف ودي اخر مره وانا ما اقدرش اعيش من غيرك، ويبوس ايديها وانا ما اعرفش ازاي عملت كده وبعدين يرجع عادي جدا، ترجع ريما لعادتها القديمه ويرجع يكرر اخطائه عادي جدا. بصي، في مثل انا بؤمن بيه جدا، اللي هو تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. اكيد. فالواحد بيدي فرصه تانية على اساس ان في زي ما قلنا العشره والكلام ده او الكريدت او الكلام ده. بس انت بتجربي، يعني كل انسان زي ما قلنا كده اتفقنا احنا الثلاثه ان لازم يبقى له فرصه تانية. انت كمان ساعات كتير، يعني ليه دايما بنقول الراجل، انت ممكن تبقي محتاجه فرصه تانية، ممكن تبقي عملتي غلط معين، حاجه معينه تستحق فرصه تانية. يعني الستات بتغلط، بتغلط طبعا طبعا. لا بتغلط، ما بتعملش حاجه غير غلط. احنا بتغلط وتعتذر. احنا ناس جميله قوي. بتغلط وتعتذر، هي الفكره. مش احنا واقفين بالمرصاد للرجاله يعني. لا، هي الفكره ان الست بتغلط طبعا، بتغلط حاجات كتير قوي، ممكن بتغلط في اسلوبها في طريقتها في بس تعتذر، وتعتذر يعني بتعتذر ان هو ان انا مش هكرر ده تاني. يبقى الامانه زي ما الدكتور قالت كده، الامانه في طلب الفرصه الثانيه، مش انا بعدي الموقف وبعتذر وبعدي يا ليله وخلاص. لا، انا امينه ان انا حسيت بغلطي وبطلب الفرصه الثانيه. ده بالنسبه للراجل والست يعني. جميل. طيب سالي، ايه الشروط اللي على اساسها احدد ادي الفرصه الثانيه ولا لا؟
يعني انا طبعا بتكلم فرصه تانية او ثالثه وكل حاجه، بس ايه الشروط اللي امتى الشروط هي اللي تحكمني، او انا لا انا خلاص انا في الموقف ده لا انا هسامحك بس بشرط؟ بصي يعني في عوامل كتير جدا بتخليكي يعني تدي فرصه تانية. ممكن لو في اولاد بيبقى محتاج فرصه تانية علشان البيت ده ما يتخربش وما يتهدش. لو في حب حقيقي. طب هقول لك هسهلها لك، ايه الاخطاء اللي ممكن الواحد ياخد فيها فرصه تانيه، او ايه الاخطاء اللي لا يمكن الواحد ياخد فيها فرصه تانيه؟ شوفي ايه الاسهل بالنسبه لك حابه تجاوبيه. بصي انا شايفه ان كل بني ادم بيحتاج فرصه تانيه مهما كان الخطا اللي عمله، الا اذا في الكرامه، يعني في الاهانه، يعني في العنف، في الخيانه. دي حاجات مش هدي فيها فرصه تانيه طبعا، بس اي حاجه تانيه ممكن ادي فيها فرصه تانيه عادي. هي المشكله ان الدنيا لما بتعلى قوي بتبقى خيانه يا سالي. ما هو الموضوع لما بيعلى قوي اقول انا خلاص مش عايز اشوف وشك تاني وابعد عني، هي بتبقى خيانه. انا خلاص انا مش قادره اشوفك تاني، هي بتبقى هي اللحظه دي كذب او خيانه، والاثنين دول بيبقوا صعبين. لا بصي، انت لما بترتبطي بحد بتتعلمي ان انت في حاجات ممكن تعديها وممكن تتجاوزي عن هفوات صغيره وحاجات مش الفيتل يعني عشان الحياه تمشي، لانه ما فيش حد كامل يعني. كلنا عندنا مشاكل يعني، ما في يعني جايين من تو كالتشرز مختلفين، وهو جاي من بيئه غير البيئه بتاعتي، واحنا بنطبع على بعض. ففي حاجات انا ممكن اعديها، في الاخر احنا عندنا تارجت ان العلاقه دي تستمر وان الحياه دي تمشي وان البيت ده يبقى ناجح. فبالتالي بنتنازل عن حاجات، اكيد ده طبيعي، طبيعه اي علاقه في الدنيا. مفيش بيت في الدنيا مفيهوش مشاكل، فبنعدي حاجات وبتاع، بس لحد حته معينه اللي هو لا ما بينفعش فيها ان انت تعدي، اللي هو لو حد جه على كرامتك، لو اهانك، لو خانك، لو كان عنيف. يعني العنف ده طبعا لا نهائي، ما بتديش فرصه تانية. دي كانك بالظبط كده بتدي حد حاول يقتلك بتديله رصاصه تانية يحاول مره كمان، يعني مش اكتر من كده. بس لا الموضوع صعب جدا. طيب دكتور فيرجينيا، لو الست ادت فرصه تانية في موضوع الخيانه او سمحت في قصه الخيانه دي، هل ده بيبقى صعب نفسيا على الست وبتعرف تتعايش معاه بعد كده، انها يعني هي بتسامح مغصوبه ولا بتسامح وهي راضيه من جواها؟ هو ان الست تكتشف الخيانه بتبقى اصعب من ان لو الراجل جه اعترف بالخيانه. لو هو جه اعترف يبقى في امانه ان هو فعلا شاف نفسه غلطان وعايز يصلح في اللحظه دي وقعه. يمكن بتتقبل شويه فكره انه غلط. هو في راجل بيعترف من غير اي ضغط؟ اعتقد ان اللي بيعترف ده بيبقى خايف من الكونسيكونسز او التبعيات لو هي عرفت لوحدها. لا انا اقول لها انا بنفسي احسن. لا في الاساس على فكره في الماريج كونسلنج ده رول، يعني في الاستشارات الزوجيه دي رول، ان الصح ان لو حد خان البارتنر بتاعه هو اللي يروح يقول، لان هو ده الشيء الوحيد الرادع لان الفعل ده يتكرر تاني. كل مره هقف قدامك وانا محرج ان انا عملت الفعل ده. فلو قلت لك مره مش هقدر اقول لك الثانيه. يعني لو هو افهم من كلامك ان هو لو جه معترفا اديله فرصه ثانيه. طبعا، لان قلبي يسامحه. ما هو طب قلبي ما سامحهوش، طب ايه البديل؟ هقدر نفسيا عشان تخصص حضرتك. طبعا صعب، طبعا صعب، طبعا صعب. بس انا ببص له برضو على ان كلنا بنغلط. يعني الخيانه زيها زي الكذب، زيها زي واحد مثلا عمل حاجه مش مظبوطه، كلها اخطاء. لو انا فعلا في ما يسمح، في رصيد كبير بيننا وبين بعض، في اطفال بيننا وبين بعض، فلازم في حاجات هقدم فيها تنازلات عشان ولادي. مش هسيب ولادي يترموا في الشارع عشان انا عايزه اسيب ابوهم علشان هو خاين، بالذات لو هو جاي معترف. طب ما خلاص. طيب استحق خلاص الفرصه الثانيه وجه واعترف وتاب، اتكرر الغلط تاني وشاف انه علشان انا سامحت المره الاولى وان هو لما جه اعترف فخلاص هو كده بقى معاه جرين كارد، اللي هو لما يعمل المشكله او لما يعمل المصيبه زي ما بنقول يبهدل الدنيا. بالظبط، يجي يعترف وانا هزعل شويه وشويه وهسامحه والموضوع انتهى. اتصرف ازاي في الموقف ده؟ لان في بعض الرجاله بتعتاد بقى ده خلاص زي ما هي قلبها طيب، هي مش سامحتني. احنا بنحط شروط للرجوع ده. شروط ده بمعنى ايه؟ كانه اهداف لرجوعنا لبعض. احنا هنوصل لايه بعد ما رجعنا؟ احنا هنصلح العلاقه في انهي حته بالظبط بايظه؟ احنا هنروح ماريج كونسلنج ولا لا؟ يعني في راجل يجي يقول لها طب انا خلاص انا بعترف ان انا بس طب تعالى بقى نروح لحد كونسلر نشوف بقى احنا ايه مشكلتنا مع بعض. لا انا مش بروح.
لا ده مش جاد، ده مش عايز يصلح حاجه في حياته معاكي، مش عايز ياخد خطوه. الخطوات بتتاخد بمنتهى الجديه، ده انا عايز اصلح. في احيانا بيبقى ناس عندهم امراض نفسيه، اضطرابات نفسيه بتدفعهم لهذه التصرفات، فلازم يتعالج. حلو جدا، لازم يتعالج طبعا اكيد. طيب منح الفرص انت بالنسبه لك، طيب انت قلتي لي لو اتكررت تاني كده لا خلاص. انا طب هل في حاجة معينة ممكن لو يعني في حاجات زي ما سألت سالي كده من شوية، في حاجات ممنوعة تماما أو ما ينفعش يقرب منها تماما زي الخيانة مثلا، الخيانة والضرب والتجاوز اللفظي، وحاجات ممكن تعدي وتدي فيها فرصة واثنين وثلاثة، ولا بالنسبة لك يا نوجة لا هي فرصة واحدة في الغلطة الواحدة وخلاص الموضوع انتهى في كل الأمور؟ بصي يعني أنا شايفة إن هي الخيانة والكذب والضرب والإهانة دي تعتبر زي الكبائر شوية، وفي حاجات بتعدي بسيطة يعني غلس عليكي قال لك كلمة مش لطيفة، دي ممكن تدي فيها مرة واثنين وثلاثة وأربعة عادي. إحنا كلنا معرضين لضغوط نفسية كتير، فممكن الحاجات البسيطة دي بتعدي، لكن الحاجات الكبيرة اللي هي الكبائر زي ما أنا بسميها أنا شايفة إن هي فرصة واحدة كفاية، وشايفة ان هي مش فرصة للطرف اللي غلط او ده هي فرصة ليكي انت من ربنا، ان هو بيديكي زي اليرت كده، بيديكي ساين خلي بالك. تخلي بالك بقى ايه؟ انك انت تعرفي تبني نفسك كويس، تعرفي تقفي على رجلك، تبقي انت عارفة ان الشخص اللي معاكي ده هو مش امين بالدرجة الكفاية، هو اعترف او ما اعترفش ايا كان، يعني مين اللي ابتدى بال مين اللي قفش الموضوع؟ مين اللي قفش التاني؟ مين اللي قفش الموضوع؟ لكن ده انا بعتبر ان دي فرصه من ربنا ليكي انت، سيبك بقى من الطرف التاني، انك انت تصحي لنفسك شويه، تعرفي والله ده ممكن ما يكملش معايا، انا اديته فرصه تانية عشان زي ما الدكتوره تفضلت كده، الولاد، البيت، المجتمع وهكذا، بس لازم تبتدي تبني في نفسك، يعني لو ما بتشتغليش تشتغلي. لو مش بانيه كارير ومش بانيه وما عندكيش مورد دخل لازم يبقى لك مورد دخل، لو ما عندكيش بيت مستقل لازم يبقى عندك بيت مستقل. صحيح. تبتدي بقى وانت بتدي الفرصه الثانيه مفيش مانع خالص ان انت تبتدي تعملي زي كده تعزز في نفسها اكتر، تعزز في نفسها اكتر، تهتم بصحتها، تهتم بشكلها، تهتم بمستقبلها. حصل بقى ان هو والله مشي كويس زي الكتاب ما بيقول، طبعا ده يعني ده اكتر حاجه بالنسبه للاسره وبالنسبه للبيت وبالنسبه للناس اللي حواليكي، ده الوضع المثالي طبعا. والله ما حصلش، يبقى خلاص هي دي الاندنج بوينت او دي نقطه النهايه، لان هو العمر الواحد بيعيش يعني ماكسيمم هنعيش كام؟ 50 سنه 60 سنه، فمش معقوله هنضيع عمرنا كله ان احنا بنصلح في شخصيه ممكن تكون مريضه زي ما الدكتوره بتقول، ممكن يكون معتاد ايا كان بقى الغلط اللي هو غلطه ده، ايا كان فاحنا يعني عمرنا ده محسوب علينا وده ربنا هيحاسبنا عليه، هيحاسبنا ان انت شفتي وانا اديتك علامه وساينس كتيره قوي وانت ما خدتيش بالك او تجاهلتيها وضيعتي عمرك بقى بتصلحي في شخص تاني. انا شايفه ان الواحد يصلح في نفسه احسن ما يصلح في بارتنر هو ما يستحقش اصلا المحاولات دي يعني. طب بما انك بتتكلمي عن التصليح، انت شايفه انه هل الراجل ممكن طبعه يتغير؟ يعني في ست تسامح مره واثنين وثلاثه على امل هيتغير، احتمال يتغير، لا اكيد بعد اللي شافه وبعد المشاكل هيقول لك انا هصلحه، وفي ناس تقول لا اكيد الموقف اللي مرينا بيه ده هيصلحه لوحده او هيتغير او كده، انت شايفه ده ممكن يحصل؟ لا شايفه ان هو مفيش حد بيغير حد، يعني انا ما اقدرش اغير بني ادم، بني ادم ده بيبقى جاي من باك جراوندز زي ما السيري تفضلت، باك جراوندز مختلفه، بيئه مختلفه، خلاص هو تطبع. لكن في واحد بيقع في الغلط، يعني حصل موقف فوقع في الغلط غصب عنه، لكن لو هو معتاد الموضوع معتاد ده او ان هو ده في طبعه او ده حاجه جواه هتصلحي ايه؟ فبنحاول نقاوم شويه، بنحاول نمشي ولا فرصه ثانيه ولا طبعه هيتغير ولا مش هندي الثالثه بقى يعني الثانيه طب اروح لسالي، ممكن يتغير الراجل ولا مش ممكن يا سالي من وجهه نظرك، ولا الطبع بيغلب التطبع؟ بصي هو طبعا الطبع بيغلب التطبع، بس في ناس ممكن تتغير لو يعني الدافع كبير، يعني لو حب حقيقي وهو فعلا بيحب هذه البني ادمه وعايز يكمل معاها وبتاع بيحاول ان هو يتغير معاها واحده واحده، بس مش انت اللي بتغيري، يعني مش انت اللي بتغيري البني ادم. انا بشوف انه اذا ما كانش هو من جواه حاسس انه عايز يتغير لا هو مش هيتغير، زي ما انا يعني ده بيبقى حاجه من جوايا انا مش حد اللي هيغيرني، يعني انا اللي حاسه ان انا
يعني بصي زي بالظبط كده اي بني ادم بيفكر يروح لدكتور نفساني لو وديتيه غصب عنه عمره ما هيتعالج، لازم يكون رايح بنفسه. اعتقد حضرتك معايا في ده، يعني اذا ما كنتيش انت اول نقطه للتغيير ان انت تبقي معترفه ان انت غلطانه ومعترفه ان انت عندك مشكله، لما بتعترفي بده بيبقى كده دي اول خطوه ان انت تغيري وان انت تتعالجي. فلازم تبقي انت من جواكي عايزه تتغيري، شايفه ان انت عندك حاجه غلط وحاجه لازم تتغير ولازم تشتغلي عليها عشان تتغيري، لكن انا اغير حد لا، او حد يغيرني لا. طب الولاد مش ممكن تغير؟ لان انا بشوف ان الستات بتتغير لما بتخلف، يعني لما بتخلفي بتحسي انك مسؤوله اكتر، بيغير جزء من طباعك، في حاجات بتتهذب شويه علشان خاطر لو بنزعق جامد لو كده علشان خاطر الولاد. تفتكروا ممكن الرجاله تكون بتتغير للسبب ده، او مثلا يقول انا مش هخون او انا مش هكذب عشان ما هدش البيت عشان خاطر ولادي زي ما احنا بنفكر؟ رايكم ايه سالي وفيرجينيا؟ لا، هي دي مشكلة كبيرة، ان الست بعد ما بتخلف بتعتبر نفسها ام اكتر ما بتعتبر نفسها زوجة. وبتبدأ تهمل في الست اللي الراجل اساسا حبها من الاول. فهو بيرجع يوم بعد يوم بعد يوم بيلاقي البني ادم الاولانية اللي هو حبها اتغيرت، مش موجودة. مش موجودة خالص. زائد ان هو عايش برا بيتطور في الحياة. احنا اتنين ماشيين على قطرين جنب بعض. لو احنا الاتنين مش بنجري بنفس السرعة زي بعض، في واحد فينا هيتخلف عن التاني. طبعا مش هنكمل مع بعض. سيمبلي از سيمبل از ذات. طيب في برضو وجهه نظر بتقول ان الرجاله بتدي فرص اكتر من الستات او بتسامح اكتر من الستات. فيرجينيا انت شايفه ده سيكولوجيا حقيقي ان الراجل بيسامح اكتر في المجتمع الشرقي؟ لا، بيدي فرص اكتر. لا طبعا. او بيكبر دماغه؟ طيب بيكبر دماغه عن ايه؟ عن الخيانه؟ لا مش خيانه طبعا. انا بتكلم في غلطات الستات بقى، اللي هو زي ما قالت نوجه كده في الاول، زعقت، اتكلمت باسلوب مش كويس، اتعاملت مش عارف عمل ازاي كده، الحاجات دي. اللي بيطنش ده يقلقني اكتر من اللي بيعلق. ليه؟ لان اللي بيطنش ده كبر دماغه ولقى له بديل. لكن أوكي. اللي قاعد معاكي بيحاول معاكي وبيغير فيكي وكل يوم بيتخانق معاكي عشان تتغيري، ده معناه ان انت مهمه بالنسبه له. ده تمسكي فيه. حلو جدا، عشان برضو الرجاله يعرفوا احنا بنتخانق معاهم وبنغير فيهم ليه. بنحبكم ومتمسكين بيكم، مركزين معاكم. أيوة. لو احنا بقى كبرنا دماغنا وهوينا كده زي لازم تقلق على طول. بس امسك فيه بحدود، مش امسك فيه بالحدود اللي تخنقه. طبعًا. يعني كل خمس دقايق بكلمه، كل مش عارفه ايه، انت رحت فين، جيت منين، الحاجات دي خانقه جدا لاي انسان. أكيد. تدفعه دفعا للخيانه. صدقيني هي خانقه للراجل والست. الراجل والست الاثنين. ده بيخلي الراجل والست. لان ده بيعكس عدم امان عند الشخص اللي بيتصل كل خمس دقايق. هو ما عندوش امان، فبالتالي بيعكس للبارتنر بتاعه ان ما عندوش ثقه في نفسه. فبيبدا الشريك الحياه يقول انا استاهل احسن من كده. يبدا يدور على حد تاني. بس في بعض الستات بيبقى عندهم فكره الاهتمام دي، بس بتبقى في الاول وبعد كده خلاص بقى، يعني بعد ما بيتجوزوا شويه الموضوع يعني بيخف خالص، عشان بس لو هم لسه مخطوبين وهي بتكلمه كل خمس دقائق ما يلقلهاش الدبله. بس هم دي مرحله طبيعيه جدا انها بتكلمها كل خمس دقائق في الخطوبه ولا ايه؟ لا، وهم مخطوبين غير وهم متجوزين، طبيعي في هرمونات في البدايه بتاعت اي علاقه موجوده بتهدى مع الوقت وبتيجي هرمونات تانية مكانها بتاعت كده. الاستقرار والسكينه مع بعض. فطبيعي بقى خلاص بيبقى في امان وثقه بنبنيها مع بعض بالزبط. طول الوقت. انما لو وصلنا للمرحله دي ولسه بنزن كده بقى في حاجه غلط كده. هي من الاول حضرتك من قبل ما تتجوزوا وهي شاكه وقلقانه ودخلت الستيب بتاعت الجواز وهي مش مطمنه ومكمله بقى. خلاص. سالي شايفه انه نفس الحكايه لو حصلت مع الست ممكن تطفش، ممكن تقرر انها تنهي العلاقه دي، انها جوزها او خطيبها يبقى مهتم بيها جامد قوي وبتصل بيها كل شويه، ولما تخرج من الحمام لازم تقول له، ولما تدخل تاكل في المطبخ لازم تقول له، ولما مش عارف ايه لازم تقول له. شايفه ده ممكن يخلي الست برضه تطفش، ولا ده بيحسسها بالله؟ ده مهتم بيا، الله ده بيحبني، ده خايف عليا. على حسب الموضوع ازاي يعني. انا ببقى الست بتحس ده اهتمام فعلا، وده حد خايف عليا وبيحبني فعلا، ولا ده شاكك فيا؟ ما هو خلي بالك هي شعره بيطمن عليا، بيكلمني عشان يطمن عليا وبيسال عليا وفعلا مهتم والكلام ده كله، ولا هو قلقان مني يعني حاسس ان هو لو اتورب عني شويه انا هعمل مصيبه؟ لو جه في لحظه دي حاجه ودي حاجه. ازاي تنزلي مع باباكي وعيلتك وقرايبك واولاد خالتك وكده، نازلين عيله كامله كده، ازاي تنزلي معاهم من غير ما تقولي لي؟ ازاي تقولي لي ما تقوليليش ان فلان الفلاني موجود معاك، واللي هو من قرايبهم،
مثلا من غير ما تقولي لي، دي ساعتها بتبقى خوف ولا شك؟ بصي انا عمري ما اتحطيت في الموقف ده بصراحه، يعني ان ازاي تنزلي من غير ما تقولي لي والكلام ده كله، لانه انا بسالكم من عن وجهه نظركم وراي عام. يعني الطبيعي انه ان انت بتقولي، يعني هو انت الطبيعي ان انت بتقولي ده اوت اوف ريسبكت، يعني وهو احترام انك انت بتقولي بالزبط. زي ما بتقولي لباباكي وانت في البيت، زي ما بتقولي لمامتك انا نازله، يعني انا اولادي لازم يقولوا لي هم رايحين فين. مش معنى كده ان انا رقيبه عليهم، بس ان هو لسه مخطوبه ونازله مع بابايا او نازله مع عيلتي كلها لازم ياخد الاذن، او لازم اقول من الريسبكت، مش اذن الاحترام انا ينفع انزل ولا لا. انت بتقولي له انا في المكان الفلاني، يعني تعرفيه عشان لو حصل اي ظرف يبقى في حد سبورتنج ليكي. والله انا معاك، انا بس بطرح وجهه النظر الثانيه. انا كده كنت بقول من زمان، يعني بطلت من زمان قوي. الاذن دي خلصت، وقولها الحاجات اللي ايامنا احنا بقى. ايوه دي خلصت خلاص. طيب لو اديت فرصه ثانيه، برضه عايزه وجهه نظركم انتوا الثلاثه، لو اديت فرصه ثانيه هل ده يقلل من كرامتي ولا لا؟ السؤال ده هنجاوب عليه بعد الفاصل، فكروا كده فيه. لو اديت فرصه ثانيه ده يقلل من كرامتي انا، او يقلل من احترامه ليا ومن كبريائي ومن احترامي لنفسي ولا لا؟ هنطلع لفاصل سريع ونرجع نجاوب على السؤال ده، يلا بينا. امتى الطرف الثاني يستحق فرصه ثانيه، وامتى تبطلي تدي فرص خالص؟ لما احس ان هو مقدر ده، يعني لو هو مقدر ده ان انا في فرصه تانية ممكن اديها له، وممكن ساعتها اديله فرصه تانية. لكن انا عامه مش بدي فرص تانية خالص، يعني نادرا. على حسب الغلط اللي هو عمله، لو ينفع يتعدى بندي فرصه، ما ينفعش خالص ستوب. يعني لما بيكون مثلا بتشوفي اللي قدامك مثلا ظروفه هي اللي منعته عن حاجه معينه، او ان هو ما يوفيش بوعده، امتى ما ادلوش فرصه؟ لما ما بيبقاش فيه سبب ان هو يعمل حاجه الغلط او يخلي الموضوع ما يكملش. يعني الطرف الثاني لما يعمل حاجه ما ينفعش اسامحه فيها، زي خيانه او خيانه كذا مره، وهو بيتمادى فيها وما بيديش اي اهميه ان هو بيعتذر بيحس ان هو ندمان عليه. والله حضرتك انا من اول مره ببطل ادي فرص، اصل بعد اول غلطه انت متاكد انها الغلطه دي هتحصل تاني وتالت ورابع. الطرف الثاني يستحق فرصه ثانيه لو بصي، الاول المفروض يبقى فيه حب. الحب بتخليكي اولا تتقبلي اي عيوب قدامك، وفي نفس الوقت هو بيتقبل برضه. كل انسان مبيبقاش كامل طبيعي، فطبيعي لازم يبقى بندي فرص لبعض ايا كان، عشان طبيعي هتقابلك مشاكل في الحياه. لما احس انه بيحاول عشاني مثلا، او احس تماما انه في محاوله او في حاجه بتتعمل عشاني، دلوقتي اقدر ادي فرصه ثانيه. لا هو احنا ما نديش فرص خالص من الاول عادي جدا. لا يعني احنا البنات ما ينفعش ندي فرص ثانيه للرجاله، عشان هما ما يستحقوش الفرصه الثانيه، عشان ما في، هي فرصه واحده، هي فرصه واحده، تمام ما فيش خلاص. لما ما الاقيش المشكله كبيره قوي، يعني ما اديش الحاجه اكبر من حجمها، لو في ممكن ادي له فرصه ثانيه ادي له فرصه ثانيه، ما اكبرش الدنيا على الفاضي. لسه مكملين معاكم فقرتنا، فقره صالون ستات، انتي وضيوفي سالي حسني صناعه المحتوى، ونجلاء باهر فاشن ستايلست، ودكتور فيرجينيا يوسف معالج وطبيب صحه نفسيه. وزي ما شفنا التقرير اكيد هنعلق عليه ونعرف رايهم ايه في الشباب قالوه. وكمان كان معانا سؤال قبل ما نطلع الفاصل، لو انا سمحت هل ده يقلل من كرامتي او يقلل من كبريائي ولا لا، ولا ده يعتبر تنازل؟ تحبوا تجاوبوا على ايه الاول، السؤال ده، ولا تحبوا تعلقوا على آراء الشباب اللي الحقيقة مختلفين تماما عننا وعن تفكيرنا؟ احنا كنا حاجة تانية خالص، احنا كنا طيبين قوي. دكتور فيرجينيا نجلاء، ايه رأيك؟ قولي لي يا نجلاء. انا شايفة ان الشباب واعي قوي، لان هو شاف تجارب الكبار، يعني هو احنا يمكن ما شفناش، الجيل بتاعنا ما شافش التجارب دي، شاف ان الست بتصبر وتستنى، بالعكس ان هي تدي فرصة اولى او تانية وبعد كده تنهي الفرصة دي، ما كانتش متداولة او مش موجودة في الجيل اللي قبلينا. الجيل بقى الجديد اللي بيتكلم دلوقتي في التلفزيون ده شاف تجارب كتير قدامه حية، وشاف ان مثلا والدته ادت فرصة اولى وتانية وتالتة ورابعة وعمرها ضاع في الفرص، فهم ما عندوش استعداد ان هو يدي فرصه ثانيه. هتلاقي اغلب اللي بيتكلموا بيقول لك لا هي فرصه واحده، ده لو ادينا فرصه اصلا. فانا شايفه ان دي خبرات الواحد بيتوارثها يعني مع الاجيال.
شايفاهم كده هم صح يا سالي ولا يعني في بعض منهم صح وبعض منهم غلط، ولا بيبقى على حسب الحاله على حسب العلاقه نفسها؟ شكرا. انا شايفه ان هي على حسب الحاله وعلى حسب العلاقه وعلى حسب الرصيد وحاجات كثيره قوي. بس ده ما يمنعش ان هم فعلا واعيين عن الجيل القديم، في وعي اكبر بكتير من اللي كان عندنا. دكتور فيرجينيا، نفسيا وانسانيا رايك ايه في الشباب والشباب والبنات طبعا؟ نفسيا يعني الاول علميا حسن رد فعل حسن رد فعل لحاجات سيئه هم شافوها في بيوتهم اولا. ف مش مقتنعه قوي باللي هم خاضوا، هم تجارب غصب عنهم ما كانوش هم مختارينها مع اهاليهم. فهم داخلين علاقات بديفنسز او بدفاعات مش بتاعتهم اصلا، مرهقين نفسيا اصلا، او بدفاعات ماما وبابا في مشاكل قديمه مع بعض. هم داخلين الجوازه بالمشاكل دي. ده لو دخلوا الجوازه اصلا، ده لو دخلوا الجوازه فعلا، ده لو دخلوا في حد في بنوت قالت لك في الاخر انا مفيش فرصه اصلا ولا في اي حاجه اصلا. فيعني معناها ان هي مقرره ان هي تبقى يعني سنجل، عايزه ما تتجوزش، فخلاص ده اختيار برضه. لو لا، وفعلا اختيار يحترم. لو الانسان شايف نفسه بقى مهموم من كتر العلاقات السيئه اللي شافها في حياته وهتنعكس على اسرته المستقبليه، مفيش ما يمنع انه يدي نفسه فرصه بقى ليه هو يحب نفسه الاول ويعرف يتجاوز كل الحاجات اللي وجعاه جواه الاول قبل ما يدخل في علاقات مع الاخرين. هما كده صح ولا غلط؟ ما فيش حد صح وغلط ابسولوتلي 100%. ما اقدرش احكم على حد من غير ما اعرف كل الظروف اللي بيتكلم فيها. لا اقصد يعني التباين بين الاجيال، احنا كان الجيل بتاعنا شويه الحب والفراشات يعني فارس الاحلام. لا احنا بعد جيل فارس الاحلام، بس كان عندنا شويه حب وفراشات. بعد الحصان الابيض. احنا بعد الحصان تاني مين بعد الحصان الابيض؟ فلا ما كنا يعني برضو لا برضو لازم نحب وممكن نستحمل وممكن اغيره وممكن اشوف عيوبه ايه واتحملها والحاجات دي، انما هم لا قافلين الباب تماما. لان الستات دلوقتي بقى عندهم قدره ماليه اكتر من زمان. زمان الامهات اللي قبل كده الجيل بتاع امهاتنا كانوا بيستحملوا لان ما كانش فيه ست قادره تعتمد على نفسها. كتير جدا ستات تيجي تعيط وتقول لك انا كنت عايزه اسيبه، بس هسيبه واعيش فين؟ هعيش في الشارع؟ في ابحاث اتعملت على الستات اللي بقوا متمكنين ماليا في البيزنس، لقوا ان كتير منهم جدا اتطلقوا، ما قبلوش الحياه اللي هم كانوا عايشينها. سالي نرجع لأصون وكرامتي. لو سمحت كذا مرة أو لو سمحت حتى مرة، ده معناه إن أنا بقلل من كرامتي أو باجي على نفسي بتنازل، ولا ده معناه إن أنا قلبي كبير وعندي عقل كويس وعايز أعدي الأمور؟ لا أنا مش شايفة خالص إن دي أنا باجي يعني على كرامتي. يعني ده تأقلم ولا تنازل من وجهة نظر بيبقى إيه؟ لا هو ولا تنازل ولا إن أنا كده جيت على كرامتي، ولا طالما خدت قرار إن أنا أدي فرصة تانية يبقى انا مفكره جدا في الموضوع ده واخده قرار ده عن اقتناع ولازم ادي الفرصه كامله وملوش علاقه خالص بكرامتي نهائي. انا شايفه زي ما قالت نوجه برضو في الاول، انا ادي الفرصه الثانيه وانا قويه ابقى اقوى من الاول، صح؟ فرصه لنفسك انك انت تبني نفسك عشان ما نتعرضيش زي ما الدكتور قالت كده انك انت مش عارفه تسيبي او مش عارفه. افرضي عمل القصه دي تاني وانت مش قادره، غصبا عنك هتدي فرصه تانية وثالثه ورابعه و15 وهيبقى خلاص ده هو ده الترند او هو ده اللي هو متعود عليه. هيبقى بقى بجاحه كمان، يعني يمكن اول مره هيجي يعترف، تاني مره طب ما هي هتروح فين ولا هتيجي منين، فانا مش هعترف اصلا. وتكتشف بقى مع الايام. فهي انا بقول ان هي فرصه من ربنا ليكي انك انت بقى تشوفي هتظبطي نفسك ازاي. المفروض طبعا. طيب برضو لازم اكون يعني عايزه اعرف لو اتعرضت لخذلان بقى اكتر من مره. دكتور فيرجينيا، الخذلان من اكتر الحاجات اللي بتقلم الانسان وبتهده. يعني انا اتخذلت في حد انا كنت بثق فيه بحبه، ودايما بيجي الخذلان من الناس اللي بيبقى في مخيلتي ده لا يمكن، ده هو ده الشخص اللي لا يمكن يخذلني او اللي لا يمكن يجرحني. اتعامل ازاي مع الفترات بتاعت الخذلان والشخص اللي خذلني ده اتعامل معاه ازاي؟ وخاصة لو انا مش هعرف اسيب عشان عندي اي سبب من الاسباب، مش ما عنديش دخل مصدر دخل، او عندي اولاد والاولاد متعلقين بابوهم، او في اكتر من سبب يخلي الست مش عارفة تبعد. بس ايه سبب الخذلان؟ خذلني في ايه؟ يعني خذلني ماليا مثلا، خذلني خني، خذلني كسفني قدام ناس، يعني ايه سبب ايه نوع الخذلان؟ طب ما احنا ممكن نتكلم على كل حاجه فيهم ونشوف درجتها درجه تاثيرها على الست ايه وتقدر تتعامل مع الحياه ازاي. لو خذلني ماليا، يعني لو كان المفروض يحميني وما حمانيش،
لو كان اتعرضت لحاجه او حد اتكلم عليا وبقى هو في صفهم مش في يعني ده خذلان كبير برضه. طبعا طبعا ومؤلم جدا جدا وبيدخل ناس اوقات في اكتئاب ومش قادرين يتاقلموا مع الحياه دي بسهوله. فهي لازم يعني تشوف هي عايزه ايه من العلاقه، هدفها ايه من العلاقه، بتحافظ على ايه، ايه اولوياتها في العلاقه دي، اولوياتها اولادها. يبقى وهي عندها الشعور بالخذلان ده دايما عينيها فوكست على اولادها عشان يبقى الهدف بتاعها واضح، فما تقعدش كل شويه ترجع للحزن بسهوله. لا انا عندي هدف كبير بشتغل عليه فبتنازل شويه عن حاجات، لان هي الحياه مليانه تنازلات. مفيش حد هيقول لك اصل انا عايش في الجوازه دي وانا ما بقدمش اي تنازل. يبقى كلمه لا يمكن تنزل الارض ابدا. لا مفيش الكلام ده. في تنازل بس كمان في حدود. يعني طول ما هو انا محافظه على حدود العلاقه اللي بيني وبينه، يعني مفيش تجريح، مفيش شتيمه، مفيش اهانه، الحاجات الجسيمه في العلاقات دي، خلاص انا اقدر ان انا استحمل اللي هو خذلني ماليا. ضغط لو هو مثلا جه وقف في صف اهلي، ما هو من حقه يبقى له راي. ما انا برضو مش هحجر على راي الانسان اللي معايا. لازم احترم. بس ساعات انا زي ما بقول لك كده بتبقى الست اتعرضت لموقف مثلا، موقف من المواقف، يبقى موقف صعب ومستنيه من جوزها انه يعمل معاها حاجه، انه يساندها، انه يدافع عنها، انه يبقى جنبها، ومش موجود. تعبت، حد من اهلها تعب، الحاجات دي كتير بتلاقي هو ممكن يكون مشغول بس هي بتحس من جواها بالخذلان. اكيد. وبتفضل في الذاكره بتعلم، يعني سبحان بالزبط. الله ربنا مدي للست زي ما مديها رادار. سبحان الله بجد ان هي تقدر تكشف الخيانه او تكشف الشخصيه اللي قدامها. برضو مديها قدره ان هي لا الحاجه بتعلم فيها قوي قوي وبتفضل بالسنين. يعني الذاكره يعني حتى لو ادت فرصه تانية على فكره هتفضل النقطه الاولى دي متعلقه في، ما اعرفش طبعا دكتوره تصلح لي، بس هي بتفضل في الذاكره بتاعتها في دماغها وبتريكول في كل موقف ممكن تتعرض ليه. يعني اي موقف تاني شبيه للي هي اتعرضت ليه بترجع تجيب القديم والجديد بقى زي ما بيقولوا. أيوة. كده انا برضه عايزه اوصل للمرحله دي ان احنا معظمنا لما من اول لما بنتعرض نجيب القديم والجديد. القديم من اول ما اتقابلنا او من يمكن فاكر من فجر التاريخ. يعني فاكر لما عملت كذا وفاكر لما عملت كذا، انا كان رد فعلي كذا بس انت ما عملتش معايا كذا. هل ده صح اصلا ولا غلط في العلاقه من وجهه نظركم انتوا الثلاثه؟ ده صح ولا غلط لما يبقى في مشكله ما بيننا نعمل كده ولا لا؟ بس هستاذنكم ناخد اميره الاول وبعدين نشوف نجيب من التاريخ ولا ما نجيبش. ناخد اميره معانا على التليفون. الو يا اميره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك كنت عايزه بس اشوف ندي فرصه ثانيه للشخص في كل الحالات ولا في حاجه ما ينفعش نديله فرصه ثانيه فيها؟ زي ايه؟ طب يا اميره عايزه تسالي عليه، يعني خيانه ولا كذب ولا يعني تخلي؟ خيانه مره وسامح والثانيه وسامح. فاكتشفت اللي فيه خيانه لست مره فاسامح ولا انهي العلاقه ولا ايه؟ تمام يا اميره، هنرد عليكي دلوقتي. تنهي العلاقه يا اميره. بشكرك بشكرك شكرا جزيلا. يعني نوجا قالت تنهي العلاقه لان دي خيانه للمره الثالثه. انت بتضيعي نفسك. هو في حد انا ده اللي قلته، ان انت ما فيش حد ربنا هيحاسبك على نفسك دي. انك انت شفتي مره واثنين وثلاثه ودي زي ما بيقولوا كده ريد فلاجز ظهرت لك بمنتهى الوضوح والصراحه. فانك انت تدي مره واثنين وثلاثه لا انت مش لاقيه نفسك. انت هم كام سنه هتعيشيهم؟ ما ينفعش تضيعيهم هباء يعني على حد ما يستاهلش. ما هو الفكره ان بيكون مره واثنين وثلاثه ده شخص لا يؤتمن. انت خلاص انت معروفه. انا خلاص بصي فرصه واحده. فرصه واحده. رايكم ايه في مشكله اميره؟ تدي فرصه كمان ولا الثالثه؟ الثالثه ثابته. لا انت لو فاكره في اول الكلام انا قلت لك في حاجات انا ما بديش فيها فرصه ثانيه اصلا. الخيانه دي منهم. نو واي. انا بشوف ان دي حاجه ليها علاقه بالمورال. يعني بني ادم بيخون يعني هو عنده مشكله، هو اصلا لا يؤتمن. دكتور فيرجينيا في امل يتحسن ولا لا؟ هي في ناس بتعيش في البيت ده مش عشان هي عايزه تديله فرصه، هي بتسقطه من حساباتها وبتكمل حياتها عشان خاطر ولادها وعشان هي مش مستقله ماليا. بتكمل. فصعب ان احنا نحكم على واحده ست ونقول لها لا ده انت لازم تمشي، ده نفسك عزيزه عليكي. نفسي لو فين؟ لو قادره تمشي وانا معايا فلوس اصلا. لو قادره. لو قادره. ما انا قلت في الاول لو قادره. هي قادره. لو قادره فعلا. بس احسن لها واحسن لاولادها لو قادره ماديا تمشي وتعتمد على نفسها، تمشي ولا تفضل؟ تمشي. بس في بقى نقطه. لو البنت دي متربيه في بيت الاب طول الوقت بيهين الام وبيروح بيتجوز عليها وبيعرف ستات عليها، اصبح ده النورم في العلاقات بالنسبه لها. ما ترسمش قدامها صوره محترمه للزوج اللي بيحترم زوجته. بتبدا تقبل على نفسها الكلام ده في الجواز. هي اساسا معميه بمرجع غلط.
فهي بتقبل على نفسها حاجات الناس كلها تستغربها، هي ازاي بتقبل كده؟ هي بتقبل كده لان هي عاشت في كده طول حياتها. انا عايزه اقول حاجه في النقطه دي، لان انا اتكلمت يعني الكلام رجعني المحادثه حصلت بيني وبين سيده من اللي اعرفهم. هو بيخليها بيطلع أسوأ ما فيها، بيطلع الفيرجن الوحشة جدا فيها اللي ما بتقدرش تمشي، وشايفة ان المجتمع بيقول لها ما تمشيش، وابوها وامها كان عندهم نفس المشكلة، بيحولها لشخصية هي أسوأ ما فيها، بيطلعها الشخصية الوحشة. انا شفت ناس ما بتمشيش وبتقعد بس بتنتقم انتقام، يعني لو مشيت كان اكرم له واكرم لها، تنتقم منه انتقام. يعني انا شايفاه ان هو حرام، هتودي نفسها في مشكله كبيره. زي مثلا انها تستنزفه ماديا، هي اسقطته من حسابها بس هي خدت الكريدت كارد بتاعه. انا بيحصل معايا كده، هي ماشيه بتصرف اي حاجه، هتيجي اي حاجه مش مقاسي بس انا هنتقم منه. فانت بقيتي حراميه. حقي يا عيالي، هو بيبقى ده الكونسيبت. مش حراميه، هي فلوسها، هي فلوسه، ليه حراميه؟ عشان ده جوزها. عشان هي قايله له انا رايحه اشتري كذا، وهي وهو معترض على كذا، هو الكريدت كارد بيسمع عنده حضرتك، بيجي له رسائل في ساعتها. هي عاملاها بدافع. اصل انا اتكلمت مع الشخصيه دي، اتكلمت حوار مطول، بدافع الانتقام، بقول لها ده مش دافع الانتقام، ده مش بتعمل كده. هي هتاخده عندا فيه، مش هي عشان هي عايزاه وده فلوسي وكذا. هي بتاخده عشان تخلص فلوسه، وهي عارفه ان هو متجوز، وعارفه ان هو يعني في علاقات ثانيه. طيب بس تنتقم. معايا طارق على التليفون، اخد طارق. الو يا طارق. هو يزعق لنا طارق. اهلا بخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا طارق، منورنا. اهلا بحضرتك، الاستوديو منور بيكم، وبحيي حضراتكم على الموضوعات اللي بتناقشوها اللي هي بتلمسنا، والموضوعات اللي هي شبهنا. ربنا يخليك يا طارق، اتفضل اتفضل سؤالك. هو انا بس كنت هتكلم في موضوع الحلقه، انا كان بس كان عندي وجهه نظر معينه ارجو انكم تتقبلوها. يعني يا ريت، اتفضل. طبعا انا كنت بتكلم عن ايه المشكله، يعني لما ندي للراجل يعني فرصه ثانيه وثالثه. يعني انا مش شايف ان في اي مشكله، ما كلنا بنغلط وكل ابن ادم خطاء، انا مش شايف ان في حاجه. الحقيقه هتمشي لو كل واحد فينا في الثاني قدم يعني قدم تنازلات، بس بشرط ما يكونش في عطاء افرض. يعني ممكن مثلا انا اديله فرصه ثانيه وثالثه، بس الفرصه الثانيه والثالثه تكون مشروطه. يعني مشروطه ازاي؟ انا اديتك فرصه تمام، حصل ورجعت برضو اللي انت كنت بتعمله، طب الفرصه الثانيه اديتها لك، لا احط شروط بقى، لو المره دي اتكررت ثاني، لو الخطا الاخطاء اللي انت ارتكبتها اتكررت ثاني هنعمل ايه؟ انما فكره العطاء المفرط، لا للاسف العطاء المفرط ده يعني بيبقى زي الدلع الزياده، بيفسد زي الدلال الزياده. طب يا طارق، انا عايز اسالك على حاجه، انت من وجهه نظرك ادي فرصه ثانيه وثالثه، ماشي، ادي فرصه ثانيه وثالثه في ايه؟ يعني حاجات زي اخطاء زي ايه ممكن يغلطها الراجل او يقع فيها الراجل، وانا اسامحه مره واثنين وثلاثه، وايه اللي ما ينفعش من وجهه نظرك انت كراجل ان انا ست ما سامحش فيه خالص؟ مبدئيا فكره الخيانه دي مرفوضه تماما، لازم نستبعدها. الخيانه دي يا جماعه يعني مفيش حاجه اسمها، لا مفيش حاجه اسمها دي فرصه في الخيانه، مفيش حاجه اسمها كده خالص. لا، فرصه في الخيانه يبقى لازم، لا لازم استوب هنا، ولازم يكون في اجراء. انما حته ان انا خاين اصلا، لا معلش، اصل ما ينفعش الراجل مثلا يعني ست تيجي تكلم جوزها على موضوع الخيانه يقول لها ده حصل غصب عني، لا معلش ده غصب عنك. طب وانت كراجل تدي الست فرص في ايه؟ في اخطاء ايه؟ يعني مثلا ممكن مثلا اكون منبه عليها، مثلا قالت لي مثلا انا مش هخرج مع فلان مثلا، وخرجت مثلا تحت اي ظرف ايا كان، مثلا قلت لها لا ما تروحيش المكان معين عشان انا بتضايق، ما تكلميش صاحبتك دي عشان دايما بتوقع ما بيننا وبتعمل مشاكل، وراحت كلمتها، الحاجات اللي هي تعدي. انما لا، فكره الخيانه، فكره مثلا ان هي عملت مشكله بيني وبين اهلي مثلا، لا الحاجات ديت ما ينفعش ان انا اسامح فيها، ما ينفعش ان انا ادي فرصه ثانيه. انما فكره الخيانه ما ينفعش اصلا اتكلم فيها يا جماعه، الخيانه ديت حاجه كده يعني في جنب الوحده، ما ينفعش ان انا كبائر زي ما قلت لك بالظبط، في كبائر طبعا. بس الست بتدي شويه. نوجك سياسه اي طارق حاجه؟ لا خلاص، هو لحق نفسه. خلاص يا طارق. تمام، انت في الامان يا طارق، نورتنا. شكرا ليك جدا، شكرا شكرا لوجهه نظرك. كنت هسال طارق ان هو بيقول ندي فرصه ثانيه وثالثه ورابعه، بس هو لحق نفسه وقال لك في الخيانه لا، لان هو على العكس لو الزوجه هي اللي خانت هيدي فرصه ثانيه وثالثه ورابعه، وكل يوم تيجي تقول له سوري اصل ده ابن خالتي وده ابن عمتي وده كذا، فهو لحق نفسه في الاخر قال لك الخيانه لا. فرصه ثانيه طب زي ما احنا فرصه، لا هو بيقول ثانيه وثالثه ورابعه، فرصه ثانيه الست تاخد فرصه ثانيه. لا لا، هو قال ثانيه وثالثه ورابعه. لا ثانيه وثالثه ورابعه عشان كده كنت، ما احنا قلنا في شروط، في جولز بنحطها للعلاقه، ان احنا هنوصل لايه بقى لما رجعنا المره الثانيه، هنبني في ايه. ما هي بص يا دكتور فيرجينيا، كده كده احنا هنحط عنوان كبير، الخيانة غير مقبولة لا للراجل ولا للست طبعا، مش مقبولة من أي حد خالص. بس من وجهة نظرك أو أنت شايفة حتى لو علميا أنه لو الست ارتكبت الفعل ده ممكن جوزها يسامحها؟ ممكن، يعني احنا عايزين نتكلم على أرض الواقع،
هل في رجاله ممكن تسامح في انه يعني راجل ممكن يسامح مراته لو خانته او عرفت حد تاني او حتى ارتاحت لحد تاني في الكلام؟ لا في المجتمعات الشرقيه لا، لكن في الغرب بشوفها بشوفها كتير اكيد في الغرب يعني اه هم عندهم في الاجانب ما فيش اي حدود اساسا لكن يعني احنا بيتعاملوا از ايكوال، بيتعاملوا مع بعض احنا زي بعض، انا اساويك وانت تساويني فيقدروا يسامحوا بعض ان احنا احسن من التاني وانت مفروض اولويه عندي وانا اولويه عندك دي الرولز العريضه للزواج المفروض. طيب احنا معانا اسماء على التليفون ولا التليفون قطع؟ طيب خلاص هنرجع تاني لسؤالنا اللي كنا بنتكلم فيه عن الكرامه والتنازل، وكنت عايزه اسال ليه في بعض الستات ما عندهاش مشكله ان جوزها الناس اللي بيسمح لهم ده ان ممكن جوزها يخونها فتسامحه، يعني سامحه مره واتنين بس لو اتجوز عليها او لو فكر يتجوز عليها مش ممكن تقبل ابدا ومش ممكن تسامح ابدا ابدا. سالي انت ضحكتك مخلياني عايزه اخد اجابتك الاول، قولي لي كده نتصرف ازاي او الصراحه ما جاش خلاص ليه مقبول ما جاش واسامحه او ممكن اديله فرصه في دي، انما لو اتجوز ايوه هيرجع لو كان هيرجع. في ستات بتبقى متخيله انه يعني عادي ده يعني نزوه يعني فهو طالما عمل ده فهيرجع لي تاني، ده مش مشكله جدا يعني بالظبط كده، فبتبقى متخيله انه خلاص بقى ده اتجوز يعني لا ده كده ده احنا اتساوينا ببعض تمام احنا لقينا لا ده حطها في نفس الميزان معاك الميزان معايا وتيجي وبعد كده تيجي تقابلني تقول لي انا ليا زي ما ليكي وانا اقول له زي ما انت بتقولي له، بس انا شايفه انه مفيش اي فرق أنا بالنسبة لي أنا شايفة مش فرق خالص، إيه الفرق؟ مش أي فرق. دكتورة فيرجينيا نفسيا شايفة ده إيه؟ يعني الخيانة ولا الجوازة التانية ولا يعني تفسير إن الست تعدي أو تتقبل الخيانة بس لا يمكن تتقبل إن جوزها اتجوز عليها؟ أصل الجواز التاني ده ورق رسمي بقى بعيال تانيين كمان يعني في عيال جاية كمان دي ورث ومصاريف وفلوس وتعمل لي بيت زي بيتها وتجيب لي زي ما جبت لها بس ده للأسف بيخلي ستات برضو كتيرة قوي تتهاون في حقها إن هو يبقى عامل 500 نزوة أوكي المهم بيرجع لي مدام بيرجع لي بقى بيروح في لا مش ما هو ده برضو مش حل هو انت ماشي انت بتسامحيه بتحطي له بقى قواعد وشايفاه ماشي عليها فعلا عشان نصلح العلاقه لو هو ما بيصلحش العلاقه خلاص يعني ولادك شايفين الخيانه دي بتحصل قدامهم في منهم اللي هيتقبلها وهيبقى نموذج الرجل ده ابنك هيبقى في منهم اللي هيتعقد منها وهيبقى رافض الجواز زي اللي سمعناهم فانت بتضري ولادك كمان طيب انا عايزه اعرف نصايحكم للستات، الستات تعمل ايه؟ يعني ماذا لو عاد معتذرا؟ النصيحه بقى اللي هي خلاصة. ايه اللي فيها الزتونه في الاخر خلاصه فعلا زي ما قلت كده يا نوم الست تعمل ايه بحيث انها ما تبقاش اتنازلت عن كرامتها وفي نفس الوقت تحافظ على نفسها تحافظ على بيتها وما تخليش واحده تانية من بره تيجي تكسبها لو الموضوع فيه خيانه لو هنسامح عشان فيه خيانه. اتفضلي يا نوم. انا شايفه ان النصيحه الاخيره هي فرصه تانية مع احتفاظ بالقوه ان انت ليك الابر هاند او ليك انت بتدي انت مانحه انت اليد العليا في العلاقه دلوقتي عفونا عن أيوة بالظبط لان هو لو هو مكانك ما احنا برضو خلينا نتكلم الناحيه الثانيه لو هو مكانك هو بيبقى بيتفضل عليكي وهتقعدي تعيطي بالدموع ايام وليالي عشان يسامحك بالظبط فانت بتبقي مش من موضع ضعف انت مش عشان انت ضعيفه بتسامحي لا انت بتسامحي من مصدر قوه من مصدر حب من مصدر خوف على المستقبل وعلى البيت وعلى الاولاد وزي ما قلت لك كده ده اليرت من ربنا ده اهم حاجه في القصه دي كلها ان ده علامه من ربنا لازم تبتدي تشتغلي فيه على نفسك تنتبهي لنفسك وتنتبهي لنفسك. سالي سريعا رايك او نصيحتك. انا شايفه انه زي ما قلت لك فرص ثانيه ادي فرصه ثانيه بس ما تبقاش الحاجه دي لا خيانه ولا عنف ولو اديت الفرصه الثانيه دي لازم تبقى مشروطه القصه مش قصه ان انا بسامح ما انا ممكن اسامح واسيبه على فكره انما الفكره ان احنا بنسامح وبنحط بقى نقط نبتدي نمشي عليها عشان ما نرجعش تاني للموضوع دوت يعني نبقى عارفين الغلط فين وخلاص مش هنكرره تاني. جميل يا سالي. دكتور فيرجينيا نصيحتك الاخيره. انا اقول ان من الاول نحسن الاختيار من فضلكم يعني من الاول قبل ما نتجوز نختار كويس ونختار الشخص اللي يناسبنا مش الشخص اللي احنا مبهورين بيه علشان ما نقعش بعد كده في المشاكل اللي بعد الجواز ويبقى فيه عيال
تاني حاجة لو وافقنا ان احنا نسامح في الفعل لازم يبقى فيه خطوات جادة جدا، اهمها انا بشوف الكونسلنج، ان احنا لا احنا لازم نروح لحد يعني معالج او مشير لينا احنا الاثنين، يبقى متابع او حد كبير في العيلة معانا بس يكون ذو خبرة. كويس جدا، انا بشكركم جدا جدا حقيقه، استمتعت معاكم جدا باللقاء النهارده والحوار، وطلعنا كذا حاجه وكذا فكره وعرفنا او لمسنا اكتر من موقف الستات ممكن تتصرف فيه ازاي، فبشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا نوجا، شكرا باهر، شكرا لسالي، وشكرا دكتور فيرجينيا على وجودكم معايا النهارده، وشكرا لنصايحكم الغاليه لكل الستات، واتمنى كل الستات اتفرجت علينا النهارده تكون استمتعت واستفادت بحلقتنا. ان شاء الله نتقابل بكره في حلقه جديده من حلقه انتي على شاشه تي سي الساعه 5. احنا خلاص خلصنا، بكره بقى الساعه 5. سلام.